الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بمدينة غلاسكو البريطانية. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف ريف دمشق للمرة الثانية في 4 أيام. في مؤشر على تراجع شعبية الديمقراطيين، فوز المرشح الجمهوري غلين يونكن حاكما لولاية فيرجينيا. انتصف نهار القاهرة، أهلا بكم إلى بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم عبر شاشة النيل. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بمدينة غلاسكو البريطانية. وقد عقد الرئيس سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من رؤساء وقادة الدول المشاركة في أعمال الدورة 26 لقمة أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بمدينة غلاسكو. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة غلاسكو باسكتلندا، وكان في وداع سيادته كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية ببريطانيا، وذلك عقب مشاركة سيادته في قمة رؤساء الدول والحكومات والتي تعقد على هامش المؤتمر العالمي للمناخ COP26. تناولت القمة الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والإفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلا عن التأكيد على دور التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك التأكيد على تطلع مصر لاستضافة الدورة القادمة لقمة تغير المناخ خلال العام القادم 2022. شملت زيارة السيد الرئيس عقد مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وقد عقد السيد الرئيس مجموعة من اللقاءات خلال القمة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية. هذا وقد عاد السيد الرئيس إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ بغلاسكو. وعلى هامش القمة، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي نيتو يانس ستولتنبرغ إنه يمكن الجمع بين وجود قوات عسكرية متقدمة وخضراء صديقة للمناخ في نفس الوقت. لا يمكننا الاختيار بين جيش أخضر أو جيش قوي، فنحن بحاجة إلى قوات عسكرية ودفاعية خضراء وقوية، لكنني أعتقد أنه من الممكن تماما التوفيق بين الحاجة إلى كل من القوات المسلحة الصديقة للمناخ والقوية والفعالة. في الواقع أعتقد أن التقنيات الأكثر فاعلية في المستقبل من الطائرات ذات المدى الأبعد والسفن والمركبات العسكرية ستكون صديقة للمناخ. من جانبه، قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إنه تم إحراز بعض التقدم خلال القمة لحماية أكثر من 85% من غابات العالم بحلول نهاية هذا العقد. ليس هناك شك في أنه تم إحراز بعض التقدم، فنحن ننهي مذبحة المنشار العظيمة مع حماية أكثر من 85% من غابات العالم بحلول نهاية هذا العقد، وهو اتفاق غير مسبوق من قبل 122 دولة. الآن هناك التزام أكبر بالدعم من الأموال العامة للحفاظ على الغابات، ولا يزال هناك الكثير سيأتي من القطاع الخاص. كذلك أكثر من 100 دولة وقعت للتو على خفض انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030.
خلال مشاركته في قمة الأمم المتحدة للمناخ، انتقد المبعوث الصيني الخاص بشأن تغير المناخ شي تشين هو الولايات المتحدة، واتهمها بالتسبب في إبطاء جهود مواجهة التغيرات المناخية لمدة 5 سنوات بسبب انسحاب رئيسها السابق دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ. من جهة أخرى، رفض المبعوث الصيني تداول اسم بلاده كإحدى الدول الرئيسية المسؤولة عن إطلاق غازات الاحتباس الحراري، مشيرا إلى أن بلاده في مرحلة تنمية تستدعي وضعها الحالي كأسوأ مصدر لانبعاثات الكربون في العالم. كانت الصين التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الناتجة عن الفحم قد تعهدت العام الماضي بأن تصبح دولة محايدة للكربون بحلول عام 2060، وهو ما يأتي بعد عقد من الموعد المستهدف للعديد من البلدان الأخرى في عام 2050. يبدو أن دول العالم بدأت تنتصر للطبيعة بأخذ خطوات ملموسة للحفاظ على مستقبل كوكب الأرض، ففي مؤتمر الأطراف للمناخ كوب 26 الذي عقد في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، توصل قادة العالم إلى اتفاقين رئيسيين يهدفان إلى احتواء الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري وحماية الغابات. ومع تعرضهم لضغوط من أجل بذل المزيد لمكافحة تغير المناخ وحصر الاحترار ب1.5 درجة مئوية، تعهد أكثر من 80 بلدا بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تعهدوا بخفض انبعاثات الميثان أحد الغازات الدفيئة الرئيسية المسببة للاحتباس الحراري، وذلك بنسبة 30% بحلول عام 2030. تقليل الانبعاثات لم يكن الهدف الوحيد للقمة، إذ جاءت الغابات التي تمثل رئة الكوكب على رأس الموضوعات التي ناقشتها القمة وتعهدت بحمايتها كونها تؤدي دورا أساسيا في مكافحة تغير المناخ من خلال امتصاص جزء كبير من مليارات الأطنان من الغازات الدفيئة التي تطلقها الأنشطة البشرية في الغلاف الجوي كل عام. وبهدف وقف تدهور الغابات واستصلاحها، أقر قادة أكثر من 100 دولة تضم 85% من الغابات العالمية، أقروا الإعلان المشترك، ومن هذه الدول الصين وروسيا وفرنسا وأستراليا والولايات المتحدة. ويلتقي التعهد الجديد لمكافحة قطع أشجار الغابات مع إعلان نيويورك حول الغابات في عام 2014 الذي التزمت الكثير من الدول في إطاره بخفض هذه الظاهرة بالنصف بحلول عام 2020 والقضاء عليها في عام 2030. ووفقا لمنظمة Global Forest Watch غير الحكومية، تسارعت وتيرة إزالة الغابات في العالم في السنوات الأخيرة، إذ ازداد تدمير الغابات الأصلية بنسبة 12% في عام 2020 مقارنة بالعام السابق. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ أحمد العناني الباحث في الشأن الدولي. أستاذ أحمد، أرحب بك، ويعني من خلال اجتماعات هذه القمة وما خرجت به من تعهدات من قادة دول العالم، إلى أي مدى هذه التعهدات ستكون اختبار لمصداقية هذه الدول خاصة الدول المتقدمة المسؤولة عن الانبعاثات الحرارية؟ يعني بكل هناك تحديات تواجه الدول الأجنبية في ظل يعني الطفرة الاقتصادية لبعض الدول الصناعية الكبرى. رأينا قمة تحقيق 20 للدول الصناعية الكبرى وخيبة الأمل في واقع الأمر، كما عبر يعني بوريس جونسون في قمة 20 أن يعني له نفس صيغة توافقية في البيان الختامي حول هذه القمة، ما يعكس في واقع الأمر يعني أهمية يعني المضي قدما في يعني التصنيع للإنسان الحقيقة رسائل للدول الأجنبية. أعتقد أن مشاركة بعض الحقيقة الزعماء في المنطقة أوضحت وبشكل كبير ما تعانيه الدول الأجنبية، على سبيل المثال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي نيابة عن القارة الأفريقية. يعني كالعادة الرئيس السيسي حمل على عاتقه هموم القارة الأفريقية والدول الأجنبية ليؤكد على احترام اتفاقية باريس للمناخ. حينما يكون هناك احترام لهذه الاتفاقية أعتقد سيكون هناك حد يعني كبير أو للحد من الانبعاثات الضارة للدول خاصة الدول الصناعية التي يعني تكون في واقع الأمر سبب رئيسي في الانبعاثات الحرارية، خصوصا بعض الدول لو هناخذ على سبيل المثال الصين التي تستخدم الفحم والكربون، وذلك يسبب أضرار كبيرة لدول الحقيقة منطقة آسيا وغيرها من المناطق. لو هناخذ على سبيل المثال البرازيل وحقيقة يعني غابات الأمازون، هناك مشاكل كبيرة من هذه الانبعاثات، ولذلك أعتقد
أن الدول النامية خاصة الدول الأفريقية لديها استراتيجية كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك يعني علاج لهذا الأمر، علاج من خلال رؤية مصر 2030. أنا أتكلم على الدولة المصرية يعني هناك يعني الدول القادمة الأفريقية هذا المجال بعض الدول العربية بعض الدول كبير على يكون هناك توافق كبير. ايضا اضف الى ذلك ان هناك نقطه هامه وهي تعهد الدول الصناعيه الكبرى بالتمويل للدول الناميه والدول الافريقيه حتى تكون هناك مواجهه للحد من حقيقه يعني بعض الحقيقه المشاكل اللي تسببها التغيرات المناخيه للدول الناميه. واعتقد انه يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد يعني ضرورة التزام هذه الدول بعملية التمويل للدول النامية لمواجهة يعني التغير المناخي. نعم، يعني إذا مثل هذه القمم نتوقع منها دائما آليات ملزمة لجميع الدول للالتزام، سواء كانت دول متقدمة أو دول نامية تحاول أن تعالج أضرار هذه الأخطار البيئية. يعني بكل تأكيد بكل تأكيد لما كنا نقول هناك التزامات مع من الدول الصناعية الكبرى، هذه الالتزامات هي يعني التزام باتفاقية باريس المناخ، لأن اتفاقية باريس المناخ نظمت وبشكل كبير أو حدث بشكل كبير وقننت أوضاع يعني بعض الدول الصناعية فيما يخص بعض الظواهر التي تنتج نتيجة الحقيقة عدم التزام هذه الدول يعني باتفاقية باريس المناخ. صحيح أن هذه الدول موقعة على اتفاقية باريس المناخ، ولكن الناحية الالتزامية من الناحية الصناعية أعتقد انه بتتسبب في مشاكل كبيره. عندما يكون هناك استراتيجيه، وهذا يعني ما تريد فعله مصر حينما تستضيف يعني قمه المناخ في 2022 كما نوه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتقد ان استطاعت استراتيجيه مع الدول الافريقيه وسيكون هناك طرح كامل للمشاكل الدول الناميه بشكل اوضح وباستفاضه كبيره، حتى يكون هناك استراتيجيه مع الدول الصناعيه الكبرى. نعم. نوع من انواع الالتزام بعدم الاضرار بالدول الناميه نتيجه هذه الانبعاثات من الاحتباس الحراري. نعم. وغيرها من اظهار التصحر وغير متبادل. اشكرك استاذ احمد العناني الباحث في الشان الدولي، كنت معنا عبر الهاتف. افتتح رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بحضور وزير الإسكان عاصم الجزار وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة. وأكد مدبولي أن المشروع يعد من أبرز مشروعات التنزه والترفيه والجذب السياحي وسط القاهرة، مشددا على مسؤولي التشغيل ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة وكذلك الأمن للحفاظ على ما تحقق من هذا الإنجاز. متنافس لعموم المواطنين وفرصة لمرتدي الكورنيش بالتمتع برؤية النيل أو ممارسة رياضة ركوب الدراجات أو غيرها من الأنشطة الترفيهية والخدمية التي تم تنفيذها على أعلى مستوى. إنه ممشى أهل مصر الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المرحلة الأولى منه، وذلك بحضور عاصم الجزار وزير الإسكان وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.
رئيس الوزراء أكد خلال استقلاله باخرة وقيامه بجولة نيلية أن المشروع يعد من أبرز مشروعات التنزه والترفيه والجذب السياحي وسط القاهرة، مشددا على مسؤولي التشغيل ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة وكذلك الأمن للحفاظ على ما تحقق من هذا الإنجاز. المشروع الذي يعد من المشروعات الترفيهية المهمة على كورنيش النيل، المرحلة الأولى منه تمتد من كوبري 15 من مايو حتى كوبري إمبابة، وتضم 19 مبنى مختلفا و62 محلا بمساحات مختلفة وعدد من الكافيتريات والمطاعم، بالإضافة إلى 3 جراجات ومراسي نيلية ومسارع عائمة. أما المرحلة الثالثة لمشروع ممشى أهل مصر تمتد بطول 3 كيلومتر، تتكون من قطاعين، القطاع الشمالي من كوبري تحيا مصر حتى كوبري الساحل، فيما يمتد القطاع الجنوبي من كوبري قصر النيل إلى كوبري الميريديان. أما المرحلة الرابعة من المشروع والتي تم البدء في تنفيذها بجزيرة الزمالك من خلال تطوير ممشى كورنيش النيل عن طريق إنشاء مسار موازي لكورنيش النيل بإجمالي أطوال أكثر من 8000 كيلومتر بمحيط جزيرة الزمالك. قال مصدر قريب لرئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك اليوم انه لم يتم التوصل الى اتفاق بين حمدوك والقادة العسكريين وان المحادثات لا تزال جارية. ونفت المصادر تقريرا ذكر ان حمدوك وافق على عودته لرئاسة الحكومة في حين تجري جهود وساطة منذ ايام سعيا للخروج من الأزمة. جدد رئيس التونسي قيس سعيد الدعوة إلى التقشف في المال العام، كما شدد على ضرورة أن يشعر جميع المواطنين بأنهم معنيون بالسياسات التي تنتهجها الدولة. وأكد سعيد خلال لقائه مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن في قصر قرطاج ضرورة التعويل على القدرات الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج. كما تناول اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بالشأن العام، خاصة تلك المتصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية. استهدفت ضربة إسرائيلية اليوم للمرة الثانية في 4 أيام منطقة زاكية في ريف دمشق تضم مخازن أسلحة وذخائر دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. وقال مصدر عسكري سوري إن إسرائيل نفذت هجوما جويا بعدد من الصواريخ مستهدفا إحدى النقاط في ريف دمشق، مما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية. ويوم السبت الماضي قتل 5 أشخاص في صواريخ إسرائيلية استهدفت ريف دمشق. يذكر أن إسرائيل شنت خلال الأعوام الماضية عشرات الغارات في سوريا مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد صادق إسماعيل رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد أهلا بك، وما الذي تستهدفه إسرائيل من وراء هذه الضربات المتكررة على مناطق في سوريا؟ بعد التحية لحضرتك، طبعا ما تقوم بإسرائيل حاليا مرفوض سواء من ناحية طبعا القانون الدولي أو من ناحية حتى ما تقوم به تجاه أشقان العرب في سوريا. لكن طبعا عندما نبحث عن الأسباب تجد أكثر من سبب لما تقوم به سوريا. أولا فيما يتعلق به كان اجتماع هام جدا ما بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا، أعلن في إسرائيل أنها تريد حماية أمنها كما تقول من خلال بعض المتطرفين الموجودين في سوريا، هذا ما قالته. إضافة طبعا إلى ذلك بأنها تقول بأن هناك هجمات ربما تنطلق عليها من إسرائيل من سوريا عفوا. أنا أعتقد أن كل هذه الأمور طبعا تحتاج إلى نقاش جاد فيما يتعلق بمسائل استهداف المناطق في سوريا وما إلى ذلك. سوريا لم تعد تحتمل أكثر من ذلك، هناك عدة أزمات في سوريا سواء ما يتعلق منها بالأزمة الحالية سواء ما يتعلق منها حتى بإمدادات الطاقة والغذاء وما إلى ذلك. إذن سوريا لديها الكثير من الأزمات، أعتقد أنها لا تريد إحداث مزيد من الأزمات مع الكيان الإسرائيلي. كل الأمور تشير في مقامها إلى أن إسرائيل ربما تحاول إثبات نفسها بأنها ما زالت القوة الأكثر تأثيرا في منطقة طبعا المنطقة السورية والقادرة على استهداف أي مناطق داخل سوريا، خاصة طبعا أن هناك غطاء أمريكي كما يقال الولايات المتحدة الأمريكية حاليا موجودة في سوريا. وأنا أعتقد طبعا أن كل الأمور دي تشير إلى تعقيد هذه المسألة، تعقيد طبعا إحداث نوع من العلاقات الودية، إضافة طبعا إلى مسألة كما أشرت لحضرتك استكمال طبعا مشكلات سوريا أو الأزمات السورية سواء ما يتعلق منها بالأزمات منذ عام 2011، إضافة طبعا إلى الأزمة المستمرة مع
إسرائيل طبعا منذ فترة طويلة. نعم، وماذا عن الاستفزازات الإسرائيلية لكل من حزب الله وإيران والتي أيضا تقوم بها إسرائيل مؤخرا؟ من المعلوم طبعا أن جزء من استهداف إسرائيل لمناطق في سوريا طبعا هو تواجد إيران باعتبارها أحد الحلفاء الرئيسيين للدولة السورية، هذا من جانب. من جانب آخر مسألة حزب الله الذي يعد طبعا الذراع السياسي أو الذراع العسكري عفوا لإيران في جنوب لبنان، كلها أمور طبعا تشير إلى أن ربما يكون هناك نوع من الحروب بالوكالة كما يقال ما بين إسرائيل. عندما تستهدف مناطق في سوريا أو مناطق في لبنان هي تريد استهداف إيران، لكن تستهدف مصالحها، سواء المصالح كما أشرت لحضرتك الموجودة في سوريا باعتبار سوريا وإيران طبعا نظامان متحالفان معا، أو في جنوب لبنان. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد صادق إسماعيل، رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها في الربيع المقبل وفقا لأحكام الدستور، مشددا على أن التحضيرات جارية لكي تتم في أجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية. جاء ذلك خلال لقائه مع وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع بلدان الشرق الأوسط بقصر الرئاسة ببعبدة. وأكد عون أن الأزمات التي توالت على لبنان أحدثت تداعيات سلبية على اقتصاده وقدرات الدولة على الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن تعرض لبنان لحصار اقتصادي وتجاري نتيجة الحرب السورية ومضاعفات وباء كورونا وانفجار ميناء بيروت. أكد المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينج أن الهجوم الحوثي في مأرب يعيق جهود إحلال السلام. كان المسؤول الأمريكي قد اعتبر في وقت سابق أن تصعيد الحوثيين في محافظة مأرب قد فاقم معاناة اليمنيين. تأتي تلك التصريحات بينما تواصل الميليشيات الحوثية قصف المدنيين في المحافظة الاستراتيجية، لا سيما في منطقة جوبا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة بشكل ممنهج ومتعمد لإيقاع أكبر قدر من الضحايا. أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرتين مسيرتين ملغومتين تجاه جازان بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا تضامنه الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها. كان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية أعلن في وقت سابق تمكن الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه غزان جنوبية السعودية. نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشلي بوحشية قصوى تطغى على النزاع في إقليم تيجراي خلال عرضها نتائج تحقيق مشترك أجري مع الإثيوبيين وخلص إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبها كل الأطراف. وأكدت باشلي في جنيف أن خطورة الانتهاكات التي تم رصدها تؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها مهما كان المعسكر الذي ينتمون إليها. يأتي هذا بينما أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي حالة طوارئ في كل أنحاء البلاد بعدما سيطر متمردو جبهة تحرير شعب تيجراي على مدينتين رئيسيتين في محاولة للتقدم نحو العاصمة أديس أبابا. أفاد مسؤولون أن القيادية العسكرية في حركة طالبان حمد الله مخلص كان من بين ضحايا هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على مستشفى في كابل، وقتل ما لا يقل عن 19 شخصا في الهجوم الذي أعلن تنظيم داعش ولاية خراسان مسؤوليتها عنه على مستشفى كابل العسكري الرئيسية. وبدأ الهجوم عندما فجر انتحاري عبوات كان يملكها قرب مدخل المستشفى قبل أن يقتحم مسلحون المكان. فاز المرشح الجمهوري غلين يونكن كحاكم لولاية فيرجينيا الأمريكية التي تنافس فيها مع المرشح الديمقراطي تيري ماكوليف الحاكم السابق للولاية. بذلك يصبح يونكن البالغ من العمر 54 عاما أول جمهوري يحصل على منصب رفيع بالولاية منذ 12 عاما، ويمثل الفوز بالولاية بمثابة اختبار جديد لشعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن باعتبار أن هذه الولاية ظلت لعدة عقود مرتبطة بحكام من الديمقراطيين ووقفت بقوة مع بايدن في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
استاذ الشرطي الاسود السابق المناهض للعنصريه اريك ادمز برئاسه بلديه نيويورك، وبحسب نتائج غير رسميه صادره عن مجلس الانتخابات في نيويورك سيحصل ادمز على اكثر من 70% من الاصوات، وسيكون بذلك ثاني رئيس بلديه اسود في تاريخ العاصمه الاقتصاديه والثقافيه للولايات المتحده بعد ديفيد دينكنز، والذي تولى رئاسه المدينه من عام 1990 حتى عام 1993. أعلنت جامعة جونز هوبسنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى أكثر من 247,447,000 إصابة. وأضافت الجامعة أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5,011,786 حالة وفاة. وأفادت الجامعة بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 46,100,000 إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34,200,000 إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21,800,000 حالة. وفي مصر أعلنت وزارة الصحة عن خروج 644 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ويرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 279,823 حالة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور خالد مجاهد إنه تم تسجيل 921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 حالة وفاة. سجلت روسيا حصيلة وفيات يومية قياسية جديدة بلغت 1189 حالة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 242,060 شخصا. واتخذت السلطات الروسية خطوات وتدابير لمكافحة زيادة قياسية في الوفيات والإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، وبالإضافة إلى تكثيف حملات التطعيم، وفرضت عطلة رسمية لمدة أسبوع مدفوعة الأجر من 28 من أكتوبر حتى 7 من نوفمبر الحالي. أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها السماح بتطعيم الأطفال من عمر 5 إلى 11 عام بلقاح شركتي فايزر بايونتك في خطوة ستسمح بتطعيم 28 مليون طفل. كما رفعت مجموعة فايزر توقعاتها لمبيعاتها السنوية من لقاح فيروس كورونا لتصل إلى 36 مليار دولار أو 2.3 مليار جرعة. مرة أخرى قامت مجموعة فايزر الأمريكية للأدوية برفع توقعات مبيعاتها السنوية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، مدعومة بالتوصيات القاضية بإعطاء جرعة ثالثة في بعض البلدان والتراخيص المرتقبة للأطفال. وحاليا تخطط الشركة لبيع كميات تصل قيمتها إلى 36 مليار دولار أو 2.3 مليار جرعة من العقار الذي طورته بالتعاون مع بايونتك الألمانية تحت اسم كوميرناتي. وفي بداية العام توقعت فايزر مبيعات ب 15 مليار دولار، وهي توقعات تم رفعها إلى 26 مليارا في مايو الماضي، ثم 33.5 مليار في يوليو. وحسب مصادر بالشركة فإنه على الرغم من أن المجموعة لديها القدرة على إنتاج 4 مليارات جرعة في عام 2022، إلا أن شركة فايزر تتوقع حاليا توزيع 1.7 مليار جرعة العام المقبل مقابل 29 مليار دولار. وتواصل مجموعة فايزر وبايونتك التفوق على منافسيها بعد أن ارتفعت حصة لقاحها بالسوق في الولايات المتحدة من 56% في أبريل الماضي إلى 74% في نهاية أكتوبر، وفي الاتحاد الأوروبي من 70% إلى 80%.
وفي نهاية شهر أكتوبر سمحت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية بتلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً بلقاح كوميرناتي، كما لم تواجه شركة فايزر المشكلات التي عانى منها منافسوها مثل الآثار الجانبية للقاح أو أي مشاكل في الإنتاج. وبانوراما نيل مستمرة معكم وفيها، ولكن بعد قليل. فرنسا تتهم أستراليا بالخداع بسبب إلغاء صفقة الغواصات. والآن نتحول معكم لمتابعة آخر الأنباء الاقتصادية، والزميلة حنان الخولي. إليك حنان. شكرا لك ليلى. مشاهدينا، أهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية وأهم ما فيها. لتنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة السداد الفوري للمصدرين، وزارة الصناعة تصدر شهادات ل 700 شركة بإجمالي مساندة 1.7 مليار جنيه. أعلنت وزارة التموين بجميع المخابز والجهات الرقابية المشرفة عليها عن أنه نظرا لوجود بعض البطء في نظام معلومات صرف الخبز، فإنه يجوز في هذه الحالة فقط أن يقوم صاحب المخبز بصرف الخبز للمواطن مع الاحتفاظ بشكل مؤقت للبطاقة التموينية لديه اليوم فقط. أرجعت الوزارة ذلك إلى حين رجوع انتظام نظام معلومات صرف الخبز بصورة طبيعية. أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن صندوق تنمية الصادرات أصدر 721 شهادة لعدد 700 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت 1,788,000,000 جنيه، وبصافي 1,625,000,000 جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لمبادرة السداد الفوري للمصدرين. أوضحت الوزارة في بيان أن إتاحة هذه المستحقات المالية يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، وذلك لزيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا. أكد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي أن الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات على المجاري المائية وأملاك الري بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة. وقال وزير الري أنه تم حتى الآن إزالة حوالي 13,500 حالة تعدي بمساحة 2.6 مليون متر مربع تقريبا، كما بلغ إجمالي التعديات التي تم إزالتها على نهر النيل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل أكثر من 69,000 حالة تعدي. في سياق آخر، أوضح الوزير أن المشروع القومي لتأهيل الترع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 20,000 كيلومتر، لافتا إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3,086 كيلومتر. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي على الاهتمام الذي توليه الوزارة لملف التدريب وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية بمختلف مستوياتهم الإدارية وإعداد صف ثان في المحليات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال استقبال شعراوي لوفد من وزارة الداخلية والسلامة بكوريا الجنوبية المعنية بملف التنمية المحلية برئاسة كيم سونغ سو المسؤول المعني بشؤون التعاون الإداري والمحلي. وأشار الوزير إلى إمكانية التعاون بين الوزارتين في مجال التدريب عن طريق مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومركز كوريا لتنمية قدرات القادة الحكوميين المحليين. قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إن الحكومة قامت بتحديث استراتيجيتها للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وذلك للاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه. جاء ذلك خلال مشاركة السعيد عبر فيديو كونفرنس بالحلقة النقاشية التي عقدها تحالف عمل التكيف حول آثار التغيرات المناخية من منظور مجتمعي، وذلك على هامش
هامش فعاليات مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لتغير المناخ والمنعقد مدينة جالكسو باسكتلندا، والذي يجمع بين رؤساء الدول وخبراء المناخ للاتفاق على خطة عمل للتصدي لآثار التغيرات المناخية. أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار بدء تنفيذ مشروع إنشاء نفق وكباري شارع محمد أنور السادات بمنطقة المنتزة بمحافظة الأسكندرية لحل المشاكل المرورية بالمنطقة. أشار الوزير أنه تم تخطيط المشروع لحل مشكلة الاختناق المروري بمنطقة المنتزة وخاصة في فصل الصيف، وتوسعت الحارات ليصبح 10 حارات، إضافة لتنفيذ ممشى أمامي على البحر مباشرة لتوفير منطقة جذب لرواد المكان. نتحول للبورصة المصرية، والتي تباين أداء مؤشراتها حتى منتصف تعاملات اليوم وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب. قبلتها مشتريات للمستثمرين المصريين، وقد سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 750.6 مليار جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.5%، بينما صعد مؤشر إي جي إكس 7 بنسبة 0.15%. أظهر مسحنا اليوم أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية قد نما للشهر 14 على التوالي في أكتوبر، وأن الإنتاج ارتفع بأعلى معدل منذ ديسمبر 2017، مما يشير لاستمرار قوة القطاع. وقد انخفض مؤشر IHS ماركت لمدير المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.7 في أكتوبر من 58.6 في سبتمبر. واستمرت الشركات الخاصة غير النفطية في السعودية في الحصول على نظرة مستقبلية إيجابية للأعمال، مع تعليق الأمال على توقعات بتحسن إضافي في الطلب. أخيرا، أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما في أكتوبر بأسرع وتيرة منذ يونيو 2019، مسجلا نموا للشهر 11 على التوالي مع انطلاق معرض إكسبو الدولي في دبي. وقد قفز مؤشر IHS ماركت لمدير المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.7 في أكتوبر من 53.3 في سبتمبر، وذلك بفضل زيادة الإنفاق والسياحة. إذن مشاهدينا، انتهت نشرتنا الاقتصادية، ونعود مرة أخرى للبانوراما. والليلة إليك. شكرا لك حنان. وعودة لملفاتنا السياسية، حيث قال السفير الفرنسي إلى أستراليا جان بيير تيبول يوم إن كاميرا تصرفت بخداع عندما ألغت فجأة عقدا بمليارات الدولارات مع باريس لبناء أسطول من الغواصات. وأضاف أن الخداع كان متعمدا، ولأن الأمر أكثر من مجرد توفير غواصات، إذ كان اتفاقا مشتركا بشأن السيادة وشمل نقل بيانات سرية للغاية، فإن الطريقة التي تم التعامل بها كانت سيئة للغاية. وألغت أستراليا في سبتمبر اتفاقا مع مجموعة نافال الفرنسية لصنع غواصة تقليدية، واختارت بدلا من ذلك بناء 12 غواصة تعمل بالطاقة النووية في اتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا. نتحول إلى ميانمار، حيث تمسك الجيش الذي يحكم البلاد بقراره اليوم ورفض زيارة مبعوث من منظمة دول جنوب شرق آسيا آسيان لزعيمة البلاد السابقة المحتجزة أونغ سان سوتشي، في مقاومة لضغوط دولية متزايدة للامتثال لخطة سلام إقليمية جرى الاتفاق عليها في أبريل. وقال سوين الرجل الثاني في قيادة المجلس العسكري إن السماح بزيارة أي أجنبي لشخص متهم بجرائم أمر يتنافى مع القوانين المحلية. جاءت تصريحاته في أعقاب قمة عبر الإنترنت في الأسبوع الماضي لقادة آسيان لم تحضرها ميانمار، احتجاجا على استبعاد قائد المجلس العسكري مين أونغ لانغ لعدم التزامه باتفاق السلام. ووصفت ميانمار ذلك بأنه انتهاك لميثاق آسيان الذي يقضي بالتوافق وعدم التدخل، ورفضت إرسال ممثل أقل مكانه. ومتواصلون معكم وبعد الفاصل. أنا
بمشاركة أكثر من 100 فنان عربي من 7 دول، تواصل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا. ونتحول معكم لمتابعة أخبار الرياضة، عودة مرة أخرى للزميلة حنان الخولي. إليك حنان. شكرا لك حنان. بمشاركة أكثر من 100 فنان عربي من 7 دول، تستمر فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية من ضمن 6 مسارح موزعة على 3 محافظات مصرية. بأغاني سميرة السعيد الرائعة تستمر فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30 لليوم الثاني على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية وسط حضور جماهيري كبير مع مراعاة الإجراءات الاحترازية. السنة دي في موسيقيين معروفين جدا وتقال طرب، فبالتالي أنا بشجع الناس أنها تيجي، وأحلى حاجة في التنظيم أنه كل الاحتياطات عشان الكورونا معمولة ومحترمة، فبالتالي دي حاجة بلاس للأوبرا السنة دي. هو أنا أول مرة بصراحة أحضر المهرجان، فحسيت أن أنا عايزة دي حاجة جديدة، ودار الأوبرا يعني دايماً الحفلات اللي بتتعمل فيها بتبقى حلوة جداً وبسمع عنها، فحبيت أن أنا أجي النهاردة وأحضر أنا ده بنفسي. خلال الفعاليات قدم المطرب اللبناني زياد برجي حفلة بأغنية شو حلو. هذه الحفلة هي محطة، مش حفلة، محطة بمسيرتي وبداية لتحقيق الحلم اللي لطالما حكيت عنه بإني أدخل إن شاء الله مصر الفن والموسيقى ومصر الثقافة، مصر العباقرة بعالم الفن اللي تأثرت فيه من أنا وصغير. فإن شاء الله الحلم بلش يتحقق، وربنا يعني كتب لي إني أبتدي في المكان ده العظيم اللي هو حلم كل فنان. تستمر فعاليات الدورة على مدى 15 يوما وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة العديد من الفنانين من 10 دول عربية، هي مصر ولبنان والمغرب والسعودية والعراق وسوريا وتونس وفلسطين والأردن وعمان. منذ بدايته ولد عملاقا ليظل علامة مضيئة وسط المهرجانات المعبرة عن الموسيقى العربية، ويؤكد على مدى ريادة مصر سواء فنيا أو ثقافيا. من دار الأوبرا المصرية منذر أبو دوح، النيل. ضرب زلزال قوته 5.9 على مقياس ريختر مدينة فالباريسيو الساحلية في تشيلي، ما أعقبه سلسلة من الهزات الأرضية خاصة في محيط مدينة هيوشابا على بعد 100 كيلومتر. وأفاد المركز الجيولوجي المتوسطي الأوروبي أن مركز الزلزال كان على عمق أكثر من 112 كيلومتر، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار مادية حتى الآن. وفي ختام جولتنا الإخبارية إلى حضراتكم بيان بدرجات الحرارة في العواصم العربية. Thank you.
وختاما نذكركم بأهم ما جاء في بانوراما نيل. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بمدينة غلاسكو البريطانية. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف ريف دمشق للمرة الثانية في 4 أيام. في مؤشر على تراجع شعبية الديمقراطيين، فوز المرشح الجمهوري غلين يونكن حاكما لولاية فيرجينيا. ختم العناوين نصل إلى ختم بانوراما نيل. المزيد من المتابعات على موقعنا الإلكتروني nile.eg. شكرا لكم وإلى اللقاء.